مشاهدينا مساء الخير. بلشنا العد العكسي لختام سنة غريبة عجيبة، لعرفنا كيف بلشت ولعارفين كيف رح تخلص. إذا كان أهم حدث وطني بسنة 2016 هو حصول الانتخابات الرئاسية ووصول الرئيس ميشيل عون إلى قصر بعبدة، سؤالنا لكم الليلة هو شو أهم حدث صار معكم أنتم شخصيا هالسنة، وشو كمان أسوأ شيء صار معكم على الصعيد الشخصي؟ خبرونا بفيديو على الواتساب على رقمنا الساخن 71106111. أما شو عنا الليلة فالليلة كتب ومكتبات وتلفزيون وبوب كلتشر. الحلقة بلشت شي وخلصت شي، ومن ساعة تغيرت وصارت شي تاني تماما. منشوف العناوين. الليلة في بلط السيري، زفان يوقع كتابه الجديد وسط العاصفة، ويضع التلفزيون اللبناني على خريطة التلفزيون في العالم. أهم وأسوأ لحظات الشاشة اللبنانية باللغة الإنجليزية. كيف احتفلت زوجة زفان بكتابه الجديد؟ يعني بعد الكتاب العربي فكرت ما راح يكون في كتاب أجمل منه، طلع كتاب الإنجليزي كمان أجمل وأجمل. تحية إلى نجمة الغلاف ليلى كرم. هادي هون ما في منع حبيبي شرقية غربية، عند أم وليد بيروت وبس. وتحية إلى صديقة ليلى كرم وزميلتها ورفيقة الدرب فريال كريم. زفان يبحث عن هذا الرجل الذي سند فريال كريم لحظة سقوطها على المسرح، فهل يتعرف عليه؟ الباحث الدكتور كمال ديب من كندا إلى لبنان في حوار حول لبنان عبر رموزه الثقافية والحضارية والفنية. لهذه الأسباب فنانو لبنان أهم من سياسيه. الليلة أيضا في بلط السيري، بعد حوالي 40 سنة على غيابها، متى تعود المكتبة الوطنية إلى مدينتها بيروت؟ كل هذه المواضيع وأكثر الليلة في بلط السيري. للمشاركة في البرنامج مباشرة على الهواء 01-48-48-80، الخط الساخن 71-106-111. zafanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. في عندنا قصص غريبة اليوم. من ضيوفنا كمان الليلة الدكتور عماد أبو حمد من الجامعة الأمريكية ببيروت، لنحكي عن دراسة نشرتها الجامعة مؤخرا على الصعيد العالمي عن عادات اللبنانيين بمشاهدة التلفزيون. كمان مع اليوم وليد وميسر ريس، لنحكي معهم عن فكرة كتاب أطلقوها، هو كتاب الذكريات بيكساتي. برفقنا من غرفة العمليات مثل العادة لرصد تفاعلكم معنا علي شحادة. مساء الخير علي. مساء الخير زفان. مشاهدينا مثل كل أسبوع عم نستقبل رسائل الفيديو الخاصة فيكم على رقم الواتساب تبعنا 71106111، واليوم لأنه على أبواب السنة الجديدة بدنا نخصص موضوع بأحلى شيء وأسوأ شيء صار معكم بهاي السنة. كمان فيكم تتفاعلوا معنا عن طريق الفيسبوك، عن طريق التويتر والإنستغرام، وكمان عن طريق zafanonline.com. شكرا علي. بالبداية عبالي احتفل معكم بصدور واخيرا كتابي الجديد لبنان على الشاشة، لبنان اون سكرين. هالكتاب هو الرابع اللي بحب اهديه لكل محبي التلفزيون وصانعي التلفزيون اليوم ومبارح وبالمستقبل، مش بس بلبنان وانما كمان بكل العالم. لبنان اون سكرين صادر باللغة الانجليزية عن دار اشات انطوان بالتعاون مع جامعة القلبة وبدعم من السفارة الامريكية بلبنان. الهدف منه نقل تجربة التلفزيون اللبناني الى العالم وجعل جزء من تاريخ ومسار التلفزيون العالمي، لأنه شو ما كنا ومين ما كنا، إذا ما كنا بالإنجليزي مع الأسف كأنه منكون ما كنا. والتلفزيون الهندي والروسي والبلجيكي والإسرائيلي منن أحسن من التلفزيون اللبناني ليكون لهم مراجع عالمية بالإنجليزي ونحن لا. وعلى فكرة نص اللي بتقروه أونلاين عن التلفزيون اللبناني مش كتير دقيق. المهم خلصنا من الكتاب وصار موجود هلأ بكل المكتبات وبسعر كتير رخيص ليكون بمتناول الكل، خاصة الشباب والطلاب. وبمناسبة الكتاب كمان كان لازم أعمل هالحلقة لأقدر كفي حياتي وشيل الكتاب من سيستامي وفكر بغير شيء بركي. وأول شيء عبالي أحكيكم عنه هو هالغلاف اللي صممته المصممة داليا ظاهر علم، اللي بوجه لها تحية.
نجمة الغلاف اللي اخترتها من بين مئات النجوم بالتلفزيون كانت ليلى كرم، اللي حبيت عبرها وجه تحية لكل أبناء جيلة من عمات وأمات وخالات وخادمات التلفزيون. ليلى كرم الممثلة اليوم على غلاف هالكتاب اللي رح يحمل التلفزيون اللبناني إلى العالم. أما ليلى كرم الإنسانة الأخت والعمة والخالة بالحقيقة، فجربنا نلاقيها بمكان سكنها الأخير ببرج حمود. بحثا عن ليلى كرم هالتقرير. بتعرف وين كانت ساكنة ليلى كرم؟ فاهم بالضروبة. وين تحديدا؟ حد وين هذه تاعت الباركينج تاعت الخمسميات لجوا؟ هونيك على الزاوية بالشارع. هون لقدام بالضروبة على الشمال. كانت جارة، بتعرف عنا شيء؟ ست ولا كل الستات وكويسة، بيت متواضع أقل من العادي. على مقطع السكة فوق شوي. هيك بتصور انا كنت شوفونيك يعني بتمرق هنيك بسيارتها الامريكانيه. ليلى كرم، بتعرف وين كانت ساكنه ليلى كرم؟ هون. يعني ايه بس عزيز علينا كثير، بس ديانو راح، بس قلبنا صار يوجع. معكم كلكم. انا ما بسمع اذا بتحكي معي، ما بسمع. انا من خيي، شو بدك؟ فينا نفوت لعندكم او بتطلعوا انتم لعندنا؟ تخيل. اوكي اوكي طيب، تسمحوا لنا نفوت؟ اوكي اوكي اوكي. أنا اسمي ديانا كرم، بكون بنت خيا. كنت ساكنة معها لفترة طويلة هون بهيدا البيت، ونحن كتير كنا أصحاب وكتير رفقة، وكانت حنونة كتير، يعني كانت مثل أم تانية لإلنا. هي عندها شاب واحد، وكانوا كلهم تقريبا ساكنين هون يعني، ويعني كانت حاطتنا نحن أنا وإخواتي، يعني كانت شو بدي أقول لك، الأم الحنون، يعني كانت كتير منيحة وعائلة وحدة، وبتحس إنه في جو عائلة. وعلى عيد جو عيد، كل عيد له قيمة عندها. بتحب كل العالم، ما بتكره حدا، بتساعد كل العالم، ما عندها عداوة لحدا. إنه ست مثلها لازم تتقدر، عرفت؟ وبتعرف يعني هلا ما حدا بيتقدر إلا بس يموت، ما حدا بيذكروه إلا بس يموت، بس يموت بيقدموا له لبسان، المفروض قبل ما يموت يقدروا يعرفوا قيمته. كانت أميرة ليلى، كانت ملكة. بوجودها بوجودها لما كانت طيب ما كنا نحتاج شيء بالحياة، كنا كل شيء متناول إيديها. كان كل شيء بالحياة كان سهلة. وقت ما توفت ليلى ما بقى في لبن. ما فينا نحكي عنها، ما فينا نحكي عنها، ما فينا نحكي عن ليلى، ما فينا. حياتها صار وقت اللي ماتت ليلى متكلنا، كلنا متنا، أنا وأخواتي متكلنا، بس ماتت ليلى خلص. كانت كل شيء لنا ليلى، كانت بينا وامنا والهنا، وكل كل شيء كانت ليلى، كل شيء بالحياه، كل شيء كانت ليلى، كل شيء. وقت اللي توفت ليلى صرنا ليلى الكم. خلص حبيبي خلص. صورها خلي صوري حبيبي. هيدي ليلى، هيدي ليلى. Thank you.
نحضر تقرير عن حياة ليلى كرم لهالحلقة، لقيت تقرير للزميل جان نخول تقدم من سنة تماما ضمن فقرة أسبوعية بعنوان من زمن الكبار بأخبار الام تي في. لأنه التقرير كتير حلو، لأنه جان نخول لازم نشجعه يستمر بهالفقرة المميزة، ولأنه عبالي شوف كيف حدا من الشباب ممكن ينظر إلى شخصية مثل شخصية ليلى كرم، عم نعرض مقتطفات من التقرير بالإذن من جان نخول. مالش عمة نعمان أخت المعلم راشة، ست عربيات خيل وخمس طنابر مشيوا بعرسه. عندما تصبح نبرة الصوت مدرسة بحد ذاتها ونظرة العينين المعبرة قصة قائمة بذاتها، يعني ذلك أننا أمام حالة نادرة من شبه الكمال الفني، اختصرته ممثلة يتبادر اسمها أولا عند تذكر الأعمال الدرامية والكوميدية من عصر التلفزيون والسينما الذهبي. يا حصرتي على نعمان، ليش شهيدة خلت براسه عقل؟ بطل يعرف كلب البطارية من كلب الشعيرة. هي أم المراجل وأخت رجال ونجمة كل الأدوار، هي ليلى كرم. تخيلي كسب ظريفة، ما عندك راديو لحتى نعرف وين على الآن. بدك راديو فيه بس بدك إجرين تساعدني أمشي. ظريفة في المعلمة والأستاذ، ووردة في الدنيا هيك، والأيقونة في سجل الأعمال اللبنانية والمصرية. بدأت مسيرتها في إذاعة الشرق الأدنى عام 56 قبل أن يعطيها عاصر الرحباني دورا صغيرا في سكتش تمثيلي اكتشف فيه موهبة نادرة، خصص لها مكانا في أعمال الرحابنة من ميس الريم إلى بنت الحارس وسفر برلك وغيرها. أمح ما الأمح يا خي عم بتصادر الدولة العثمانية؟ مك يا رجال انهز أمره عزحلة بركي بتلاقي أمح. كان عاصر الرحباني يقول لها أريد روحك في النص، فهذه الروح لم تكن بحاجة إلى علم، ولم تكن ليلى كرم تخجل أن تقول إنها كانت أمية، لكنها تحدت واقعها لإثبات نفسها. قال لها المخرج جان فياض مرة لا تعودي إلى التلفزيون، فردت عليه ستجدني هنا يوميا، حتى باتت بالعامية وبالفصحى أهم من كثيرين سبقوها في العلم والثقافة. عدت سعيد بمبالغ كبيرة من المال إذا رضي بتنفيذ أوامري. في الدراما اللبنانية عشرات الأعمال والأدوار، نذكر منها حول غرفتي والسراب وغروب والأسيرة. ما زالت ليلى كرم تتربع على عرش لم تخلفها إليه أي ممثلة، فالساحة اليوم تخلو من الفئة العمرية التي كانت تلعبها ليلى كرم، ومن الأدوار الفذة والجريئة التي كانت تؤديها. غربية؟ شو هيدي غربية وشرقية؟ هيدي هم في منع حبيبي شرقية غربية عند أم وليد بيروت وبس. ليلى كرم التي غابت عام 2008 عن 80 عاما، رحلت في حرقة الانتظار لقانون يحمي الفنان في آخرته. كل ما نتذكر ليلى كرم ما فيه إلا ما أتذكر وأحكي عن فريا الكريم، زميلتها الممثلة الكوميدية اللي التقوا سوا بمسلسل شهير بآخر السبعينات وعملوا إذا بدكم مثل ثنائي. المسلسل كان طبعا الدنيا هيك، وبحس كان في نوع من العلاقة الغريبة بين الاثنين، فينا نحكي عنها شي مرة إذا عبالكم. فريا الكريم واحدة من أشهر الممثلات الكوميديات بلبنان، خلال 50 سنة من تاريخ التلفزيون ما حدا قدر يقرب للمكان اللي وصلت له من حيث الشهرة والموهبة والجرأة بصناعة الضحكة حتى بأصعب أيام الحرب. ولكن بالرغم من مسيرتها الحافلة، فريا الكريم صنعت لحظتها بكتابة من خلال لحظة وفاتها أمام الكاميرا بحفلة كانت عم تحييها بمنطقة المعاملتين. هالحفلة صادف أنه كانت عم تتصور بكاميرا هاوي ببداية انتشار كاميرات الفيديو، هي لحظة إذا بدكم كمان بتأرخ لانتشار الكاميرات بإيدين الناس قبل ما تصير الكاميرا على التليفون. بهالصورة اللي ممكن نشوفها على الشاشة، مش مبينة بركة، منشوفها على الشاشة الأكبر، بهيدي الصورة وينها؟ مش موجودة؟ أوكي. بهيدي الصورة في هيدا الزلمة اللي بقيت شي 5 سنين عم فتش عليه، هو الزلمة اللي منعتقد اتكت عليه فريال كريم بلحظة وفاته.
وصار لي 5 سنين عم فتش عليه للقيته من فترة قصيرة بالصدفة بصدفة كتير غريبة وبمساعدة من الزميلة ليليان ناعسي اللي بوجه لها تحية إذا كانت هلأ عم تحضرنا. هو متري صافي ليلتها كان عامل حفلة عرسه واللي عم بيصور كان خيه. حملنا حالنا وطلعنا على الاوتيل ومن بعد الاوتيل فوق تاني يوم قمنا قاعدين على البلكون عم نشرب قهوه لقينا حالنا على التلفزيون. يلا تيتا يلا 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 عود. وصلنا على المطعم قالوا لنا في ريال كريم بالسهره وسمير يزبك والمايسترو احسن المنظر انه نحن مبسوطين انه بدنا نشوفها لمدام فيام الكريم. اجت على الطاوله اول ما بلشت بدها تغني قالت لي عروس شو بتحبي غني لك؟ قلت لها غني لي عم بزعلني للو. قلت لي لا 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 هلا مش هغني لك اياها بعدين بكير ليزعلك. قلت يلا قومي بدك ترقصي معي. قمنا بنرقص بعد ما قلنا 5 دقائق عم نرقص فجأة كانت عم تطلع فينا وعم بتغني ومبسوطة فجأة عملت ايدها هيك على قلبها وصرت شد عايد جوزي وقطتني بايدي من هون هيك عم بهديها ما قدرت هديتها صارت تنزل على مهلها ولبدت بالارض. كانت لابسه فستان زهر كانت بتعقد فيه سيلفر هيك وصندال سيلفر كانت كتير مهضومه كتير طيوبه طالعه. انا القصه انه ما بتنتسى انا بخبرها يعني ايام بيكون معي ناس مثلا بيبقى فاتحين موضوع انه شو كنت تشتغل بقول لهم كنت كذا وبقول لهم كنت شوف الممثلين بقول لهم كذا ايه ركضوا شلوها واخذوها. نحن قعدنا يعني رحنا قعدنا تنشوف شو عم بيصير كان عم بدق المايسترو احسان المنظر دغري عطوا موسيقى حزن دغري توفت هي بساعتها قلبوا عيونها دغري مشكله القلب انه اصلا من قبل وما بيسوى تغني كتير وثاقبت متعبة حالها قبل قالوا لنا الصبح برنامج للأطفال شيء مغنية فيه وما كان بيسوى تغني عند عملية قلب ما كانت تعمل يعني تفاجأنا انصدمنا يعني انه اول شيء كان هار احد 3 تموز الساعة 11 الا ربع بالليل 88 مظبوط بالسهرة كنا بالمونتي كارلو عملت عين ما عدنا تعشينا ما عدنا اكلنا شيء يعني من حالنا وطلعنا على الاوتيل. تاني يوم بالاوتيل امنا قاعدين على البلكون من عشيه طلبنا قهوه عم نشرب قهوه دوانا التلفزيون لقينا حالنا على التلفزيون. كنا بنحب نفضل نطلع فيديو بس ما تموت حرام ايه حرام انه كنا نكون معها ونطلع اوكي بنحب بس مش فيك وضع ما حلو. ليلتها بيت الصافي اكيد ما ناموا، حسب ما قالوا لنا ولا مره من بعد هالمره يعني من بعد تاني نهار عرسهم حضروا فيديو سقوط فريال كريم على المسرح. هالفيديو انعرض عبر ال بي سي وتلفزيون لبنان بال 88 وكان حدث النهار بنشرات الاخبار ومن وقتها ضاع ولا مره من بعدا بس عن جديد، خلينا نشوفه سوا. الملفت بالفيديو انه وقتها المصور بس شافها لفريال كريم عم توقع وقف تصوير وهذا كان يعني بالنسبه له لحظه اخلاقيه كان لازم يوقف التصوير ويروح يساعدها. بالوقت اليوم هالفكره تغيرت لانه المصور بضل يصور وهذا طبعا موضوع نقاش كثير كبير لازم يضل يصور او ما لازم يصور. كان عبالنا تكون معنا الممثله منى كريم الليله لنسترجع مع ذكرى والدتها ولكن بسبب ارتباطها بالتصوير ما قدرت تكون معنا. ان شاء الله قريبا بتكون معنا مباشره على الهواء. بنرجع الى توقيع كتابي لبنان اون سكرين. بدي اشكر كل الاصدقاء والزملاء والنجوم اللي اتحدوا العاصفه الثلاثة الماضي وحضروا حفل التوقيع بجامعه القلبة بسن الفيل. رندا عم حضرة تقرير يمكن هي وينك؟ اول شيء مبروك توقيع كتابك. شكرا لك انك كنت هونيك و
حده. مبروك توقيع كتابك زفان. نحن ما راح نشوف التقرير هلا بس فينا نشوفه اونلاين واكيد كل الناس فيهم يشوفوه اونلاين. تركنا لك راي واحد كثير بهمنا انك تشوفه فرح يكون مفاجأة يعني صغيرة. يعني الكتاب العربي فكرت ما رح يكون في كتاب أجمل منه، طلع كتاب الإنجليزي كمان أجمل وأجمل. بدي هني قل له إنه كل الساعات طويلة اللي قضيها على البالكون عم بيشتغل وبقت كل العالم تكون نايمة هو عم بيفكر بذاكرة لبنان التلفزيونية، يعني اليوم جابت نتيجة كتير حلوة. بس كمان عندي تمني كتير صغير لإله إنه إذا ممكن ما تعمل كتاب من هون لشي سنة بس بالقليلة تقدر أنا وياك نتهنى شوي، يعني 2017 هي ذكرى ال 15 سنه لزواجنا وبحب انه اقضي شويه وقت معه، فان شاء الله ما يعمل كتاب ما يخترع لي شي كتاب هلا ويتركه لل 2018 انا قبلانه معه. ما بعرف شو بدي اقول، شكرا لوريا وشكرا رنا. استراحه وبنرجع مع الباحث الدكتور كمال ديب. بعد الفصل، لماذا رموز لبنان الفنية أهم من سياسيه؟ للتواصل مع زفان الخط الساخن 71-106-111.